في موت ودمار، وجانا عرب وحنا نيجي لدمار هان بدون ما يودونا يعني هان. احنا جينا اتمنى برفحنا بدون ما نودونا، وين نروح احنا؟ وضع صعب جدا يعني، مش قادرين الواحد يوصف الدمار اللي احنا عايشينه هان. الاحتلال الإسرائيلي أخبر الناس أنها تذهب إلى رفح وأنها منطقة آمنة، واليوم بقول لك اطلع من رفح. طب وين تروح الناس؟ أين ستذهب كل هذه الجموع؟ 1.5 مليون أو 2 مليون بني آدم، وين بدهم يروحوا؟ إلى أين سيذهبون يعني؟ إيش يروحوا على البحر يعني؟ وين بدها تروح الناس بعد ما أخبرونا أنها منطقة آمنة؟ يعني بدهم يبيدوا الناس إبادة جماعية. هذا اللي حتفهموا، هذا اللي فهمناه يعني. نزحت من وراء قاعن صراط، من صراط جيت على رفح، هاي مبهددوا في رفح، يعني بدي اعمل مجازر هن في رفح، حتكون ابادة جماعية، احنا صراحة مش عارفين وين نروح وين نيجي. فالله المستعان، بين الله. مات كل الشعب، ايش اللي بدهم اياه منا؟ ايش اللي بدهم اياه منا؟ هم قتلونا كلياتنا، تقطع تقطيع، ابن اختي تقطيع، فش راس، فش رجلين، يا عيب عليهم ما بيستحوا دم. خلص مكفيهم. كفيهم الشباب، وين يروحوا؟